السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله سنرى درس بسيط يحتوي على 3 برامج تفيدك وتجعلك تستفيد من نظام الماك بشكل عملي أكثر. البرنامج الأول هو برنامج سبوتلايت، وهو برنامج مدمج مع نظام الماك. البرنامج الثاني هو برنامج لوك مي ناو، والبرنامج الثالث هو برنامج كافيين. لنبدأ إذن ببرنامج سبوتلايت. برنامج سبوتلايت هو برنامج مدمج كما قلت مع نظام الماك، ويجعلك وله وظيفة البحث عن أي كلمة تود البحث عنها في نظام الماك. يمكن تشغيله إما بالضغط على هذه الأيقونة، أو كذلك بالضغط على اختصار كوماند سبيس بار. من هنا يمكن كتابة مثلا الكلمة التي تود البحث عنها، مثلا مجمع. هنا يعطيني ملفات عديدة وكذلك مجلدات. هنا نرى أيضا إيميلات، هنا نرى صور، وهنا أيضا نرى مواقع، وهنا نرى أيضا presentations. وهنا يمكنك أيضا من خلال سبوتلايت مباشرة أن تبحث على كلمة مجمع في الويب، وكذلك أن تبحث عليها في ويكيبيديا. الميزة التي يتميز بها سبوتلايت عن باقي البرامج هو أنه يعطيك مشاهدة لمعلومات تتميز بها البرامج، أو تتميز بها الملفات. كما يعطيك مثلا محتوى ل الإيميلات مباشرة، هنا كما ترى يعطيك مثلا الصور مباشرة، كما يعطيك مشاهدة مبسطة للمواقع كما نرى هنا، ويعطيك أيضا مشاهدة لpresentations. هذه presentation كنت عملتها على الكينوت، فبدون الضغط على البرزنتيشن والذهاب للكينوت لمشاهدتها، يمكنني أن أرى هذه المشاهدة مباشرة من برنامج سبوتلايت. هذه الميزة التي أجدها جد جد مفيدة، وكما قلت هذه الميزة لا تتواجد في برامج أخرى، ربما هي متواجدة فعلا في برنامج ألفريد، لكن هذه الميزة كما نرى هنا ألفريد، هذه الميزة يجب الدفع لها لكي تفعلها لك شركة ألفريد. ولا يعني ولا صراحة لا أظن أن هذه فكرة جيدة أن يشتري الإنسان شيء هو يملكه أصلا. البرنامج الثاني هو برنامج لوك مي ناو. هذا البرنامج يمكن تحميله من الأب ستور، وذلك بكتابة لوك مي ناو والبحث عنها في الأب ستور. هذا هو البرنامج، هو برنامج خفيف جدا. هذا البرنامج له وظيفة بسيطة جدا، وهي قفل الشاشة من خلال هذا البار فقط. فمثلا عندما تكون في مكان عام تريد مثلا الذهاب للمرحاض، تريد الذهاب لشراء مثلا قهوة ثم الرجوع لمكانك، فلا تريد أن يشاهد مثلا أحد أو يتطفل على جهازك، فبالضغط هنا والضغط على لوك، أو كذلك بالذهاب لاختيارات وتحديد اختصار لوحة المفاتيح. مثلا أنا قمت بعمل اختصار لوحة المفاتيح Ctrl L، وبالضغط على هذا الاختصار سيقوم الجهاز بالقفل. ومعنى القفل هو ليس اللوك لوج اوت، ولكن فقط القفل. وعندما عند كتابة كلمة المرور مرة ثانية، فإنه يقوم بالدخول مباشرة للجهاز.
البرنامج الثالث والذي أيضا يمكنك تحميله من الأب ستور هو برنامج كافيين. برنامج كافيين هو برنامج أيضا بسيط جدا، وكما نرى التقييم 5 على 5 نجوم. برنامج بسيط يقوم بوضع أيقونة هنا كما نرى، ويمنع الماك من أن يذهب في مرحلة الراحة، أو كما نقول مرحلة النوم، لأنه كما نعلم جميعا فالماك لديه مثلا هنا مثلا 10 دقائق، فيذهب في هذه المرحلة، يعني مرحلة الراحة. مرحلة الراحة عندما تكون مثلا أنت تشتغل أو تدرس على نظام الماك، فأنت لا تريد مثلا أن كل مرة تريد تحريك الماوس أو الضغط على لوحة المفاتيح لكي يقوم الماك بالاشتغال مرة ثانية. فبرنامج كافيين، البرنامج البسيط، هو يمنع حدوث هذه المرحلة. كما قلت هذا برنامج مبسط، برنامج بسيط، لثلاث برامج استعملها أنا يوميا بشكل دائم وتفيدني، وأتمنى من الله أن تفيدك أنت أيضا. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.